الوقفة كما تشاهدون وحضور الصحافة الجزائرية. بطبيعة الحال المطلب هو صحافة حرة ديمقراطية. احنا نعرف انه فيه صحافة في الجزائر، فيه انفتاح، ما فيهش حرية تعبير، فيه انفتاح اعلامي اللي عرفناه في السنوات الاخيرة، يعني قنوات كثيرة، مجلات، صحف، صحافة الكترونية، اذا فيه انفتاح، ولكن هذا الانفتاح يعمل في اطار فوضوي، في اطار يعني يعني تحكم فيه السلطه كما ينبغي. لماذا؟ لانه فيه مثلا بالنسبه لنا كاخصائي في السمع البصري، قانون السمع البصري لم يطبق. سلطه الضبط الى حد الان، سلطه ضبط السمع البصري الى حد الان، الاعضاء موجودين، الرئيس موجود، ولكن ما فيش نشاط. هذا من جهه ثانيه. ثالث حاجه، ما فيش قانون اخلاقيات المهنه، ما فيش قانون الاشهار خاصه. تشوفي المرحله الاخيره هذه، يعني يمدوا الاشهار كما يبغوا، وبالتالي احنا نطالب باش تكون هذه القوانين، قانون الاشهار، حتى يعني نمشي في اطار قانوني، في اطار منظم، في اطار محترم. هذه هي حريه التعبير. حريه التعبير احنا ماهوش، احنا ما نطلبش يعني انفتاح تام، ولكن كاين خطوط هذه معمول بها في كل دول، في كل تلفزيونات العالم، ولكن احنا لابد ان يكون هناك اطار قانوني نعمل فيه كصحفيين. اللي تجاوز الحدود هاي واضحه، ولكن تبقى المؤسسات خاصه يعني القنوات هذه تكون حره وعندها الديمقراطيه في نشاطها. هي في كل دول العالم نعرف القنوات العامه والقنوات العموميه قنوات حكوميه، يعني وبالتالي تميل للسلطه، تميل للحكم. ولكن رغم كل هذا احنا نشوفوا ما قنوات في خارج الوطن رغم انها تميل للسلطه، ولكن تتغطي الاحداث بطريقه يعني واقع، ما هو واقع. هنا ربما فيه يعني انغلاق تام بالنسبه للمؤسسه العموميه اللي نفتخر بها كمؤسسه اللي لعبت دور خلال المرحله الصعبه يعني العشريه السوداء، ولكن ما كانش انفتاح الى حد الان. هذا الشيء اللي نطالبوا به كذلك، يعني يكون انفتاح، ما يكونش انفتاح عشوائي، ولكن انفتاح طبقا للقوانين وطبقا للقوانين التي تماشوا المؤسسات العموميه. اما فيما يخص القنوات الخاصه، القنوات الخاصه معروفه في كل دول العالم، عندها خط سياسي، عندها خط افتتاحي. هذا الخط بطبيعه الحال اذا كان مفتوح في المجال يعني الحوار والنقاش والتحاليل والروبورتاجات والتحقيقات الكبرى والراي الاخر في من خلال الشبكه البرامجيه، فهذا مسموح لها. ولكن لما نقول مسموح يكون في، نعاود نرجع للفكره الاولى، يكون في الاطار القانوني اللي هو غير موجود اليوم. احنا ننتظر او نطالب اليوم باش يكون اطار قانوني، معنى تطبيق قانون سمع، اولا تطبيق قانون الاعلام 2012، تطبيق قانون يعني بنود ومواد قانون السمع البصري، نطالب باش يكون قانون الاشهار باش ما تكونش يعني تجاوزات، نطالب كذلك باش يكون قانون اخلاقيات المهنه، حتى يعني احنا نحترموا الحكم كحكم، والحكم والسلطه تحترم كذلك الصحافه اللي هي الحكم بحاجه الى صحافه. احنا جزائريين وهما وكل واحد فينا جزائري. احنا اذا كان خلينا ما يكونش هذا الاطار ونعمل فيه فوضى وفيه مراقبه وفيه ضغط، هنا وشنو؟ نعطي الفرصه للقنوات الاجنبيه باش تتعبر كما تبغي. ولكن احنا لا، احنا لازم احنا الجزائريين نحافظوا على بلادنا، ولكن اعطيونا الاطار القانوني ونفرجوكم كما يقولوا باللغه بالدارجه. شكرا. كلمة نعم قلت كلمة اسمع هما بلوكيمو ماجازين نو با فولي لامبريمي والله. اولا هذه ثاني وقفة للصحفيين اليوم للتنديد بالتعتيم والضغوطات الممارسة على الإعلام، يعني جراء محاولات بعض الأطراف عزل وسائل الإعلام عن الحراك الشعبي والحراك الذي تشهده الشارع الجزائري. اليوم نحن هنا للقول أنه استقلالية القرار التحريري واستقلالية المؤسسات الإعلامية أولى الخطوات الرئيسية في تحرير الصحافة.
صحافة عادي تقوم بدورها يعني في محيط صعب جدا، في محيط فيه تضييق، في غياب إطار قانوني، في غياب إطار تنظيمي، وبالتالي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني الصحافة دفعت الكثير وتتحمل الكثير وما زالت تتحمل الكثير. هذه سي لو دوزيام راسومبلمون درناه يعني من أجل حرية الصحافة، حرية التعبير. يعني حبينا نقولوا بلي خلاص كرهنا سي بون، لازمنا دوكا لازمنا نروحوا نديروا اون اوتوريتي دو ريغولاسيون، نديروا ان كونساي ديونتولوجي، لازم نحبسوا لا بريسيون هذه. والصحفي، الصحفي من الشعب والشعب من الصحفي. عندنا 10 سنين، اكثر من 10 سنين وحنا نسييو نديروا نقابة تاع الصحفيين، وعندنا 10 سنين وهما يبلوكيو فينا. لا ديرنيير فوا رانا درنا اون تونتاتيف عندها شهرين حاولنا ديجا نديرو نقابة ما خلوناش، ميم لا ريونيون ما خلوناش نديرو لا ريونيون. دونك لحقت الدرجة وين ماشي رانا مخنوقين، خلاص رانا مبحرين كاع. دونك لازم 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 فهمنا حاجة بلي واحد ما يعطينا والو، لازم حنايا كصحفيين لازم نديروا اطار باش ننظموا رواحتينا باش نخدموا من اجل حريه الصحافه، من اجل المعلومه الصحيحه. وهذا ما كان. اليوم هي وقفة غضب من طرف نساء ورجال مهنة الصحافة، موضوعها هو رفض استعمال أموال دعم الصحافة المتأتية عن طريق الإعلانات العمومية والتي تحتكرها الوكالة الوطنية للنشر والإشهار في قمع الحريات وفي الضغط على وسائل الإعلام وفي توجيهها كيفما شاءت السلطة السياسية. الدستور الجزائري يضمن دعم الدولة للصحافة، وعندما نتحدث عن دعم الدولة للصحافة يعني هذا أن الدولة تضمن للصحفي ممارسة مهنته بكل حرية وبعيدا عن أي ضغوط مهنية واجتماعية. لذلك اليوم نوجه رسالة أولا إلى السلطة السياسية التي ستحكم الجزائر بعد انتخابات يوم 18 أفريل إن شاء الله أو مستقبلا، إلى أولا توضيح مسؤوليات وزير الاتصال والجهة المسؤولة على توزيع الإعلانات العمومية، وضع مقاييس واضحة في كيفية توزيع الإشهار العمومي، وعلى المسؤول الذي يتولى منصب مدير الوكالة الوطنية للنشر والإشهار أن يتحمل مسؤوليته بكل شفافية أو يتركها. تعلمون أن معظم القنوات الناشئة هي نشأت بناء على الوفرة المالية التي توفرها لها بعض الصحف الورقية. هناك حقيقة قنوات انطلقت بعيدا عن الصحافة المكتوبة وليست لها خلفية مالية في قطاع الصحافة المكتوبة. هذه القنوات هي أيضا تعاني من الغلق ومن التعتيم. أولا أن المجلس السمعي البصري لا يتوفر على الأدوات القانونية الكافية للعمل، ولذلك السلطة السياسية القائمة في البلاد تضغط على هذه القنوات بورقة الاعتماد، فهذه القنوات لا تزال مجرد مكاتب فضائيات أجنبية وهي محرومة من العمل بحرية ومحرومة أيضا من الحصول على الكم الكافي من الإعلانات سواء العمومية أو الخاصة المتأتية من القطاع الاستثماري الخاص، وبالتالي فهذه القنوات هي أيضا تخضع لضغوط وغير قادرة على أداء مهنتها الإعلامية بكل شفافية. الصحفي تعرض منذ أكثر من 10 سنوات إلى ضغوط رهيبة بسبب غياب قوانين تنظم القطاع. السلطة القائمة والأوصياء على الصحافة لم يستطيعوا إنجاز القانون الأساسي الخاص بالصحفي، ولم يتمكنوا من تأسيس مجلس الأعلى للإعلام،
ولم يتمكنوا من تنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة رغم مرور 7 سنوات من صدور القانون العضوي المتعلق بالإعلام، ولم يسمحوا للصحفيين بالتكتل في تنظيمات مهنية ونقابية، بل عملوا على تشتيت وحدة الصحفي عندما قاموا بسن شبكة أجور تخص الصحفيين العاملين في القطاع العمومي، وتنكروا للصحفيين العاملين في القطاع الخاص، رغم أن تشكيل الرأي العام الوطني يسهم فيه صحفيو القطاع الخاص بنسبة تفوق 70%. نحن هنا متواجدون في ساحة الحرية نطالب فقط بمطلب رئيسي، هو أن تكون لدينا مساحتنا أن نكون أحرار في نقل المعلومة، وما يحددنا هو قانون الإعلام وميثاق أخلاقية المهنة. نحن نمتلك ضمير ونمتلك قانون يؤطرنا، وندرك جيدا ما ننقله بما يخدم مصلحة الوطن بعيدا عن أي انزلاقات أخرى. لذلك نطالب السلطات المعنية بأن تفتح وتفسح لنا المجال، ونقول بأن انتقادنا لهذه الأمور هو انتقاد من أجل البناء ومن أجل تصحيح الخطأ ومن أجل بناء الوطن وليس عكس ذلك. نحن كنا وقفنا الخميس الماضي من أجل المطالبة بمنع تكميم الأفواه وعدم التعتيم على المعلومة، حق المواطن في المعلومة. كنا نتمنى أنه في خضم هذا الحراك الشعبي أن يحدث تغيير على مستوى الفاعل السياسي وصانع القرار، لكن للأسف يبدو بأن الرسالة لم تصل، ليست رسالة الشعب وإنما حتى رسالة الفئات من بينها الصحفيين، بدليل وقفتنا اليوم تأتي بعد الممارسات التعسفية التي تم اتخاذها ضد عدد من القنوات بينها شروق والبلاد وغيرها من القنوات بمنع الإشهار العمومي. يجب على المواطن أن يفهم بأن الإشهار العمومي هو المتنفس الوحيد لهذه القنوات ولوسائل الإعلام عموما من أجل الاستمرار. نحن لا نطلب صدقة من الدولة، ولكن الإشهار العمومي يجب أن ينظم بما يليق بحجم كل قناة حتى تستطيع أن تصمد ماديا، خصوصا أن هذه القنوات ما تزال حتى الآن تنشط خارج القانون ولا تعتبر قنوات وطنية في نظر المشرع الجزائري. كل هذه الأمور ساهمت بشكل أو بآخر في تكريس حالة الإفلاس التي توجد عليها الجزائر، ليس على مستوى الإعلام فقط وإنما على مستوى اقتصادي وسياسي وغيرها. نرجو أن تكون هذه الوقفة مفهومة وتصل رسالتها مباشرة إلى صانع القرار، أن الصحفي ليس عدو وليس خصما لأحد، الصحفي ينقل المعلومة ويحفظ حق المواطنين في الحصول على هذه المعلومة. قلت هذا الجمعة الماضي بأن المواطنين من حقهم أن ينتقدوا وسائل الإعلام، من حقهم الحق الكامل، لكن بعد الأسبوع الأول تفهم عدد كبير من المواطنين وعرفوا بأننا لم نكن فاعلا وإنما مفعول به. اليوم نحاول أن نقول بأن الصحافة لها دور، ونتمنى على المواطنين أن يرافقونا في انتزاع حرية الصحافة. عندهم شهور بلا ماكلة على جال البلاد على جال الشعب. كاين قنوات حبوا يسخدوهم نحولهم الإشهار، كاين قنوات أولادهم بجدودهم راهم لحد الآن الجوع، كاين قنوات كاريين، كاين صحفيين كاريين، كاين صحفيين من يسكنوش الجزائر يسكنوا خارج الجزائر وجاو هنا كاريين ما عندهمش باش يكلوا. كاين قنوات نحولهم الإشهار نحولهم دراهم، رانا الجرائد ما عندهمش إشهار. اليوم رانا ضد الحقرة، اليوم رانا ضد الحقرة، ضد
ضد الحكرة ضد الحكرة. زملائي الصحفيين، زميلاتي الصحفيات، ما نقدروش نديروا تجمع الصحفيين في حرية الصحافة من دون أننا ما نذكروا زملائنا الصحفيين اللي ماتوا في العشرية السوداء، ربي يرحمهم، ومن دون أننا نذكروا زملائنا الصحفيين اللي ماتوا في مرحلة لاحقة قبل سنوات، اللي مات بالغصة واللي مات بالقنطة واللي مات بالمرض واللي مات بظروف أخرى. وفي هذه اللحظة ما نقدروش نتكلموا قبل ما ندير وقفة دقيقة ترحم على أرواحهم، نعملوا دقيقة ترحم وبعدين نتكلم. شكرا. زملائي اليوم المشكل ما راهوش في الإشهار، واليوم المشكل ما راهوش في حرية التعبير، واليوم المشكل ما راهوش في القضايا الأخرى المرتبطة بالمهنة. اليوم المشكل راهو أعمق، راهو في غياب بيئة تشريعية، وفي غياب بيئة تنظيمية، وفي غياب مجموعة من العوامل اللي تخلينا كمؤسسة إعلامية وكصحفيين نشتغل ونأدوا الدور تاعنا المهني النبيل. ولكن قبل ذلك اليوم لازم المطالب المهنية تاعنا لازم نأخروها ونحطوها في شوميز ونغلقوا عليها. لصالح شكون؟ لصالح المطلب المركزي، المطلب المركزي للشعب الجزائري، وهو يعني إعادة بناء النظام، لأنه مفهوم إسقاط النظام هو مفهوم غلط. إعادة بناء النظام وإطلاق مسار ديمقراطي بحيث تصبح المؤسسة تصبح الصحفي يشتغل في الصحافة بقوانين وبنظام ودون ضغوط، وتصبح المؤسسة الإعلامية تشتغل دون ضغوط وتحصل على حقها الإشهار الذي ينص عليه القانون، وتصبح المنظومة الجهاز الأمني والمؤسسة الأمنية تخدم بالقانون، ويصبح القاضي يحكم دون أن تأتيه ضغوط أو تأتيه هاتف. إذا يا زملائي المشكلة ما هيش مرتبطة بالصحافة والصحفيين ومشكلة الإشهار، المشكلة هو أعمق من ذلك. احنا جزء من هذا الشعب، وهذا الشعب حصلت له مرة واحدة في التاريخ، مرة واحدة في التاريخ زملائي الشعب الجزائري خلى مطالبه الجهة الذاتية والهوياتية والمناطقية والعصبية والفكرية، خلى مطالبه المهنية، خلى الفلاحين خلوا مطالبهم، والتجار خلوا مطالبهم، والعمال خلوا مطالبهم لصالح مطلب مركزي واحد، وهو استعادة الدولة إلى التاريخ. رجعوا الجزائر للتاريخ ورجعوا يعني داروا استعادة الدولة. نفس اللحظة رانا فيها اليوم نخليوا مطالبنا الفئوية ونخليوا مطالبنا المناطقية. صحيح اليوم نحوسوا على حرية الصحافة، ونريد أن تكون الصحافة الجزائرية صحافة حرة مستقلة ديمقراطية تنقل صوت الشعب وتنقل القضايا بمهنية وبموضوعية. نريد اليوم أن تكون عندنا صحافة تشتغل بأخلاقية المهنة دون أن يضغط عليها أي أحد. ولكن زملائي هذا الصحافة ما تقدرش تتوفر في هذا الفضاء السياسي، مستحيل تقدر الحكومة اليوم تقول لكم أوكي تحوسوا على الإشهار نعطيكم الإشهار، تحوسوا على حرية التعبير نعطيكم حرية التعبير، لكن ماذا بعد؟ ماذا بالنسبة للأطباء، وماذا بالنسبة للمعطوبين، وبالنسبة للعمال، وبالنسبة للمزارعين، وبالنسبة للقضاة؟ ما نقدروش نكونوا، إذا تخدم أنت اليوم كصحفي حر وتكتب مقال وفيه شخص يعني مؤسسة ترفع عليك دعوة قضائية، والقاضي ما هوش مستقل ويحكم عليك، ما درنا والو. إذا المشكلة راهي أعمق من قضية الصحافة وحرية الصحافة، المشكلة راهي بنظام، بضرورة أن نستعيد الدولة وأن نعيد بناء النظام وتأسيس مسار ديمقراطي مشترك يشترك فيه كل الجزائريين على اختلاف هوياتهم ومناطقهم ووظائفهم. وفي هذه المنظومة الديمقراطية كلنا نستفيد، يستفيد منا الصحفي والطبيب والقاضي والأمني والعامل والحر والتاجر. في المنظومة الديمقراطية تصبح عندنا حرية صحافة، وتصبح عندنا حرية مبادرة ديمقراطية، وتصبح عندنا منظومة قوانين. ما نقدروش نستمروا في الوضع هذا، لأنه هذا الوضع راهو كسرنا كما اللي يدخلوا الصطاد،
كي تمسها انت بيدك يقول لك لا ما انا نلعبوا في كره القدم، كي توشيها هو بيده يقول لك لا انا نلعبوا في كره القدم. ما نقدوش نستمروا في هذا الوضع. وبالتالي انا نقول لكم اليوم لو كانت قلنا الحكومه نعطيكم الاشهار نسكتوا ونروحوا للمقرات؟ لا لا نسكتوا ونروحوا للمقرات. اذا اليوم المطلب تاعنا ماشي الاشهار. اليوم لو كانت قلنا الحكومه نعطيكم حريه التعبير نروحوا للمقرات؟ ما نروحوش، لانه اليوم حريه التعبير ما تكفيناش. احنا نريد منظومه ديمقراطيه، نريد ان نؤسس منظومه ديمقراطيه مشتركه بين كل الجزائريين. ولذلك هذه الوقفه كانت مقرره في مكان اخر اللي هو وزاره الاتصال، لكن الزملاء الصحفيين بحكمتهم ارادوا ان ينقلوها الى هنا. علاش؟ لانه وزير الاتصال ووزاره الاتصال ما عنده حتى دخل، مجرد منظوم جهاز في منظومه. انقلناها لهذه الساحه باش نكونوا قراب الواش، نكونوا قراب للشارع. شكون هو يسكن في الشارع اليوم؟ اليوم الشعب يسكن في الشارع، الشعب. احنا الان زملاء الصحفيين بيتنا الشارع وسقفنا الشارع، بيتنا الشارع وسقفنا الديمقراطيه. ما نرضاوش بدءا من اليوم باقل من سقف الديمقراطيه. لكن نقول لكم حاجه ونختم بهذه، انا مش متعود على الخطابات. الحكومه صادرت حقنا في الطبع ايه ولا لا؟ انا نقول انتم قولوا ايه ولا لا. الحكومه صادرت حقنا في الطبع ولا لا؟ صادرت حقنا في النشر، صادرت حقنا في التوزيع، صادرت حقنا في الاشهار، صح ولا لا؟ ومن الاشهار فيه رزق تاع الصحفيين الاف العائلات. انا ادعوكم العين بالعين والسن بالسن، ادعوكم الى رد مكافئ، الى رد مكافئ لسلوك الحكومه. واش معناها؟ انت تصادر لي حقي في الطبع، تصادر لي حقي في الطبع، تصادر لي حقي في التوزيع، وتصادر لي حقي في الاشهار اللي ينص عليه لو تكافؤ الفرص في الاشهار اللي ينص عليه القانون والدستور. انا اصادر حقك في التغطيه، وانا ادعو زملائي الصحفيين الى مقاطعه تغطيه الانشطه الحكوميه بدءا من اليوم. ما نغطيوش للحكومه، ما نغطيو حتى نشاط حكومي. انا ادعوكم الى مقاطعه ديمقراطيه، صحافة حرة ديمقراطية، صحافة حرة ديمقراطية. زملائي تكملة للكلمة لكلمة الزميل عثمان اللحياني، انه الخرجة نتاعنا والوقفة نتاعنا هنا اليوم لانه باش نقولوا انه الصحافة صحافة الشعب، وصحافة الشعب يعني لازمها بيئة ديمقراطية ولازمها اصلاحات عميقة، بحيث انه المؤسسات الاعلامية ما تصبحش مؤسسات خاضعة لأهواء شخصيات وأهواء ناس ينشطوا في إطار، وفي بعض الأحيان خارج الإطار المؤسساتي. إذا كان مؤسسات الدولة ما ضغطتش علينا اليوم، ما نقبلوش ناس واحد أخرين يضغطوا علينا ويصدروا لنا حقوقنا وحريتنا. الصحافة اليوم صحافة حرة بدعمكم وبفضل الصحفيين، والصحافة والقرار التحريري لازم يكون نابع من قاعات التحرير، موش جهات معينة هي اللي تصنع القرار التحريري. اليوم مش ممكن أنه نخلو شعبنا وحده، مش ممكن أنه نعزل الصحافة على محيطها الاجتماعي، مش ممكن أنه نعزل الصحافة اليوم على ما يجري في البلد، مش ممكن نخليه الصحافة اليوم أنه نجوع الصحفيين ونقطعوا أرزاقهم لكي يعني نركعوا الإعلام. اليوم خلينا نقولوا بأن الصحافة ما تركعش، وأن الصحفيين أحرار في بلادهم وأحرار في مؤسساتهم وأحرار مع ضميرهم. اليوم نطالبوا بمسار ديمقراطي حقيقي وبإصلاحات حقيقية. وإذا قال الشعب نتاعنا اليوم بأنه مع التغيير الحقيقي في الصحافة لازم تكون صوت الشعب وتكون مع التغيير الحقيقي. صحيح أن الريع الإشهار وزع بطريقة قاسية، وزع بطريقة يعني اعتباطية، وزع بطريقة تخدم أجندات سياسية. حان اليوم باش نقولوا نفتحوا فساد المنظومة الإعلامية، نفتحوا فساد الإشهار، نفتحوا استخدام الإشهار لقمع الحريات، نفتحوا أيضا قانون الإعلام. هذا قانون الإعلام هم اللي داروه وما طبقوش، لازم يطبقوا قانونهم، لازم يحترموا قوانين الجمهورية، لازم يحميوا صحفيين، لازم يطبقوا القوانين، قوانين الإشهار، قوانين السمع البصري، قوانين الصحافة المكتوبة، لازم يطبقوا هذه ويطبقوها اليوم بنضالكم. اليوم الوقفة نتاعنا هنا باش نقولوا ماناش راجعين مرة واحدة أخرى، ماناش ساكتين مرة واحدة أخرى، لازم نخدموا في ظروف حسنة، لازم يكون صوتنا من صوت الشعب. هذا باش نقول مرة واحدة أخرى أنه القضية تعني كل الإعلام الجزائري، كل صوت حر
لازم نكونوا ايضا انه نحافظوا على السلميه ونحسوا من خلال المنابر تاعنا انه وقوفنا الى وجبنا الشعب تاعنا وقوف لا رجعه فيه ايضا كصحفيين وكمؤسسات. يعني ما بقاش مجال لتفرقه بين الشعب والمؤسسات، لازم نكونوا ايضا نقولوا بانه المطالب تاعنا شعبيه وسقف المطالب تاعنا هو سقف شعبنا، وما كانش يكون الا ما يحبوا الشعب نتاعنا. اخواني اخواتي، المؤسسات الاعلاميه هي فضاء للمواطن، لازم نحافظوا على المؤسسات الاعلاميه، لازم نحافظوا عليها اليوم ايضا، ونحافظوا على المنابر الموجوده، لانه المنابر الموجوده هي في خدمه المواطن. والسلام عليكم ورحمه الله.